السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. كما كان معلوم يعني جنوب افريقيا، مصر، السنغال، من مع التالية قلنا لكم تشوفوا الغابون ونانيبيا، خاطر على نانيبيا بيأكد هذا المشرف تاعكم بيأكد بلي يفوز على ناليبيا اللي فازت على الكاميرون. ما على بالوش بلي الكاميرون هي راهي ضعيفة ضروك يعني في المنتخبات، ما على بالوش بلي منتخب كاميرون فاز عليك انت، فاز عليك انت بسبب افكار تكتيكية تاعك انت، ماشي المنتخب الوطني. احنا عندنا يعني كانت عندنا ارمدة تاع لاعبين بسببك انت خسرنا، ما روحناش كوب ديمون. انت بتجيب ناليبيا بيتبين للشعب، بين للجماعه على بالك شكون اللي غادي يامن بهذه ناليبيا وكلش. نقول شكون غادي يامن راخر كيسموه يامن يامنوا جماعه اللي امنوا مشاكره وامنوا بوكلبه وامنوا 106 وامنوا هذاك الكوافير. هذا مكان رجاله ما عمره يتلعب. الاتحادية الجزائرية في اتصالات متقدمة مع الاتحاديتين الغابون وناليبيا لخوض مباراتين وديتين شهر جوان. يا ودي تسمعوا ديك القصيدة تاع المالي بلادي ساكنة في قلبي، غادي بعد تالية غادي تسيبوا غير مالي جاية تلعب هنايا، يتكسروا علينا نتوما. خاصنا مباراة ودية مع المنتخبات الكبار، مع مصر، مع كوت ديفوار، باه يتحسن المستوى ويتأقلم اللاعبين بسرعة. ايش جايب لي انا؟ تجيب لي انا رب تجيب جيبوتي، جيبو جيبوتي البومة، جيبو جيبوتي، جيبو جيبوتي. والله العظيم قلنا مباريات قوية، برمجة لقاءات مع فرق التي تحتل المراتب المتقدمة في ترتيب افريقيا يعني الافريقي للمنتخبات. يا سي محمد جايب لي انا رجال ما يتلعب، مالك رجال راهي اولا المغرب لهنا نيغوسي مع الالمان، مع الالمان، مع الالمان ديريكت، اي نيغوسي مع الالمان، اي نيغوسي مع كوت ديفوار، اي نيغوسي مع المنتخبات كبيرة، اي نيغوسي لك مع المنتخبات الكبيرة وانت تنيغوسي لي انت مع ناليبيا. مستور مع ناليبيا، الناس دايرة مباريات مع البرازيل ومع المنتخبات القوية وانتوما مازالوا مع منتخبات ضعيفة. هي على حساب ما نشوف المستوى تاعنا ونتاع الغابون ولا ناميبيا غير كيف كيف. انا نقول هاكم يا ودي اش غادي نقول لكم، ها لازم نلعبوا مع المنتخبات هذو باش نشوفوا بلي عندنا في لالي تاع لاتوش يبان بلي عندنا راخر كيسموه، يبان عندنا بلي كابيلو، يبان بلي كيما بن سبعين الى لعب فلاكس، يبان بلي عندنا كارنافالو، يبان عندنا يبانو نغلطو روحنا، نقعدو نكذبو على روحنا. هذو المباريات يديرو تدريبات خير بيناتكم وصايك، جيبو ليكيب تاع جيب عاود عيط لفيغولي قديورا، عاود عيط منا ديرو منا ليكيب تاع 2019 ليكيب تاع 2023 وشوفو دي منهم وصايك تجي رابح. يا بكونا من هاد المباريات هادو اللي راكم تلعبوا فيهم ولا الشيطان حرام زي يكشفكم وزير رئيس اتحاديه تاع مصر ووزير الشباب والرياضه تاع مصر. كون قال لكم انتوما كنت تهضروا احنا معنا كخمام لونترينر تاعنا، حطنا منتخبات، حط المغرب، حط السنغال، ماشي السنغال، حط الكوت ديفوار وحط بوركينا فاسو. قال حطينا ربعه تاع منتخب ونيجيريا، ربعه قال لك ربع منتخبات كتب لهم منا لونترينر باش نيكوسو كاس ايكيب معاهم. قال لك بصح حنا الجزائر ماشي حاطها كاع، وعندو الحق يلعب مع منتخب قوي ويلعب مع مدرب اللي يعرف تاكتيك دو جو، يعرف يعني يغبره تاكتيك دو جو، مدرب يحوس يلعب مع الافارقه باش يغبنوه تاكتيك دو جو، ماشي باش يسهلوا له المباراه يحشي روحو كيما كنا حنايا. جيبيل الاخر ويقول لك منتخب كيما غينيا، تقول ما ترى يهدر ضربه تاع مي لعبنا مع في سام طوب اللي هنا مع غينيا. قال غينيا فريق منتخب قوي، هما جاوا دوزيام ايكيب خاطش موراها ثلاث ايام من بعد راحوا لعبوا مع الكوت ديفوار، لعبوا بلوميير ايكيب تاعهم، ايكيب تي تاعهم. بلعوا علينا الفيسبوك، بلعوا علينا الاخبار، بلعوا علينا في طول نامنوكم
باش نولوا نأمنوكم. هذا هو قالوا وزير السعادة. أنا نقول لكم هذا المشرف ماشي وزير السعادة، وزير سلاسل يخمم في سلسلة أكثر من رفع المستوى المنتخب الوطني ورؤية مستوانا الحقيقي مقارنة بكبار القارة شيء عجب. يعني نقول لكم لازم يلعب مع فرق إفريقية من أحسن، يلعب عندهم في أدغال إفريقيا لتعود يعني لتعود لاعبين جدد على أدغال إفريقيا. أقعد داسهم أقعد داسهم بعد كي هودوا الكوت ديفوار ينخلعوا كيما نهار آخر كيسموه رمزي زروقي. أقعد غير في قطر برد الحال يمنا تبع غير بحر، وهران ألجي من جيت صابلات عنابة البحر البحر البحر، هذا مكان تبع غير بحر البحر. وكي يجي الصح حصلوا في السحور وحصلوا في تاع الفيل غادي نجيبو، نقول لكم غادي تجيبوا التيو تاع الفيل وتجروا. انا عارف انا عارف هذه نقولها لكم ونعاودها لكم ونقول لكم احسنتم في الاختيار. بهذه الطريقه نستطيع احتلال مراكز متقدمه في التصنيف الفيفا، وبذلك نقنع انفسنا اننا الاحسن في افريقيا يعني، وبالتالي نضمن الهاء الجماهير والشعب يعني بوزير يعني اساس وزير سلسلة النتائج الإيجابية لفترة أخرى تضمن ارتفاع خيالي للمنتوج آخر كالبطاطا والطماطم والبصل واللفت والزرودية وكلش. هذه هي هذا اقعدوا تتبع لانيبيا تبع لانيبيا تبع لانيبيا راكم في الطريق الصحيح. أنا نقول لكم تبعوا لانيبيا مكسلين حقنا حنايا على بالكم. وقولوا تحشوا روحكم وقولوا عباك بلي تحشوا روحكم ولا ما على بالكمش، باش يكون على بالكم بلي راكم تحشوا لروحكم. انا نقولها لكم يعني بكل امتياز مع ليبيا. انا كنت عارفها، انا اللي قلتو تونس قلتو غادي نلعبوا مع مصر غادي نلعبوا مع الصيني، قلت لكم راكم تكذبوا. هذا المشرف يلعب مع مصر ويلعب مع تاك مهبول ولا مبالك، عارف روحو كده، عارف راسو كي داير، عارف روحو بلي غاية الغاية خويا. كما تبقاو تغلطو روحكم وما تغبنوش روحكم، أنا نقولكم اش تغبنو روحكم على تغبنو روحكم على تكذب على روحك ولا. واحد رسل لي فيديو تاع شلف الصورة، الاربيت ما احتاسبهاش سيح على الهول. يا ودي طلع برك راكم ملاح. هذه هي المشكلة تاعنا. المهم ربي يحفظها ويدعمها. هذه يا خويا مع من غادي تلعبوا؟ مع ألبو مع الأخرى مع الشيشل، مع الشيشل خير الشيشل ما تغبنكمش. أنا نقولكم الشيشل قاع ما تغبنكمش.
ثم بيتعبوا مع مصر مع حرداقة كسروا الغازي ندوبة بالكذب كما عام طليان، راكو كما عام طليان بينما مع طليان بينما مع الأرجنتين بينما أنا نقولكم. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو ولي مشي ابوني معنا وان شاء الله ديما معكم بجديد وربي يحفظكم خاوتي وصحاب طولكم.